أهلا بكم من جديد. قالت إيران إنها ستتصدى لأي تدخل أجنبي في شؤونها. جاء هذا الموقف ردا على انتقادات بعض الدول الغربية محاكمة أشخاص اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات عقب انتخابات الرئاسة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقوي إن المحاكمات تجري وفقا للقوانين الدولية وإن الرد الدول الغربية غير قانوني ويثير الاستغراب وفق تعبيره. يبدأ اليوم غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور يبدأ زيارة إلى ليبيا بهدف دفع الجهود المبذولة لاستئناف جولة مفاوضات سلام الدوحة بشأن دارفور. وسيصل إلى طرابلس الغرب أيضا الوسطاء الدوليون بمن فيهم المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غريشم. تبدأ في ليبيا مباحثات تمهيدية بين الحكومة السودانية والثماني حركات مسلحة في دارفور، تأمل منها الحكومة السودانية أن تمهد لمفاوضات مزمعة في العاصمة القطرية الدوحة. وتقول الخرطوم إن الوسطاء الدوليين بجانب الوسيط المشترك ومبعوث الرئيس الأمريكي سيصلون إلى طرابلس للقاء الحركات المسلحة المجتمعة هناك. رئيس الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر أكد استعداد الوفد الحكومي للتفاوض مع الحركات المسلحة بناء على الأفعال وليس النيات في أي أجواء وأي وقت ومع أي طرف له صلة بالمشكلة حسب تعبيره. هذا وترجح الخرطوم أن تعقد جولة جديدة من مفاوضات الدوحة بشأن دارفور عقب شهر رمضان مباشرة، ويتوقع أن يدعى لتلك الجولة مجموعات مسلحة على رأسها العدل والمساواة ومجموعة عبد الواحد محمد نور، وهاتان الحركتان تمثلان ثقلا بين مسلحي دارفور. وإزاء تشتت مجموعات التمرد الدارفورية فإن سقف التوقعات لمفاوضات طرابلس الآن لا يتجاوز محاولة أن يتوحد منبر التفاوض. ويبدو أن الخرطوم تسعى لتنسيق جهود طرابلس والقاهرة بشأن دارفور لتصب كلها باتجاه الدوحة. ومن ناحيتها قدمت القاهرة عددا من الأفكار لمستشار الرئيس السوداني يبدو أنها ستكون حاضرة في اجتماعات طرابلس. الكل بيتحرك في النهاية في بغرض أنه إخواننا وأهلنا سواء في معسكرات النازحين أو اللاجئين في الدول المجاورة أن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية، وكجزء مهم من حق هؤلاء الناس أنهم يعيشوا في استقرار بعد أكثر من 6 سنوات أن يمارسوا حقهم الانتخابي إن شاء الله في الانتخابات القادمة. فهناك يعني الأفكار ربما يعني ما نقدرش نقولها دلوقتي، إنما هي بتصب في النهاية في إطار مصلحة الأهلنا في دارفور إن شاء الله. ورغم صعوبة التنبؤ بنتائج الجهود التي تبذل الآن لتسوية أزمة دارفور، فإن من الواضح أن هناك دفعا دوليا وأمريكيا على وجه الخصوص يترافق مع رغبة إقليمية في أن يوضع حد لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها أفريقيا في العقود الأخيرة.